بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. نظرا لاقتراب الاختبارات، يعني لم يبقى إلا القليل إن شاء الله، فضلت أدلكم ملخص عن العمل والطاقة الحركية الانسحابية، ومن بعد يتبعه كذلك العمل والطاقة الحركية الدورانية، ومن بعد يتبع بعض التمارين يعني تحضيرا للاختبار. هذا الفيديو الملخص هذا خاص بشعبة علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي، هاني كتبتها له لأن الفيديو اللي راهو جاي اللي يجي من بعد العمل والطاقة الحركية الدورانية خاص إلا بشعبتي رياضيات وتقني رياضي فقط، حتى التمارين راني نقول لكم هذه مشتركة أو خاصة بالشعبتين رياضيات وتقني رياضي. يعني في هذا الفيديو بإذن الله راح نمدلكم الأهم، يعني العلاقات اللي تحتاجها، يعني كل ما جاء في هذا العمل والطاقة الحركية الانسحابية إن شاء الله. ها هي علاقة عمل وقوة ثابتة F، يعني هنا خلال انتقال أو الانتقال من نقطة A إلى B لدينا عمل القوة الثابتة F. هذا العمل القوة الثابتة F وراح يكون بالجول، هذا يكون بالجول، العمل يكون بالجول يساوي شعاع القوة في شعاع الانتقال، وهذه العلاقة تكافئ العلاقة هذه التي تساوي F في AB في كوسينوس ألفا. لاحظ هنا في الشكل عندنا هذا الشكل الانتقال من A إلى B، عندنا هنا الزاوية، هذه الزاوية ألفا نسميها الزاوية الموجهة، الزاوية الموجهة ألفا، أي حيث سنكبر القلم هكا ألفا، واش تساوي؟ تساوي الزاوية الموجهة F AB هكذا. لاحظ كيفاش رانا دايرينها إن فلاش، يعني عندها جهة، أي راهي في الجهة الموجبة، صح ما نسينا والو. إيه عندنا هنا هذه F تكون بالنيوتن، ديروها هنا خير هكا، F وحدة تاعها بالنيوتن، والأب الوحدة تاعها بالمتر، والعمل الوحدة تاعو بالجول. يعني هنا في الشكل هذا لاحظ أن ألفا راهي محصورة، هنا ألفا محصورة بين 90 درجة والصفر في الحالة هذه اللي راهي أمام. يعني هنا أعزائي الطلبة ألفا هي الزاوية التي يصنعها، لاحظ الشعاع AB مع شعاع القوة F، ألفا هي الزاوية التي يصنعها الشعاع AB مع شعاع القوة. دير عندك مفكرة ولخص فيها، لخص ولا فيش كرتوني ورق مقوى ولخص فيه، ومشي كي يجوز قال خلاص كملت الاختبار ترميها، لا، هذه نحتاجه، هذه الملخصات نحتاجه السنة القادمة إن شاء الله، السنة الثالثة ثانوي، سواء الملخصات الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء كامل حطهم بجيه السنة القادمة إن شاء الله راح نرجع لهم. وراني داير فيديوهات مشتركة بين ثانية ثانوي وثالثة ثانوي، مكا يعني دخلوا لهم قليل، عدد قليل من الناس لأنهم مهمين ومش عارفين الأهمية تاعهم السنة القادمة إن شاء الله في البكالوريا. الآن لنرى بعض حالات خاصة أخرى. قلت نرى حالات خاصة، عندنا F في جهة الحركة كما الشكل هذا، كذلك F راهي في جهة الحركة، كاين لكن هنا الزاوية ألفا راهي محصورة بين الصفر و 90 درجة. كاين حالة أخرى في جهة الحركة وين تكون ألفا تساوي الصفر،
لاحظ هنا في الشكل هذا، لاحظ اف راهي في جهة الحركة، نسيت ما درت جهة الحركة هنا هكذا، هذه جهة الحركة، هاي نكتب جهة الحركة. هنا الفا تساوي الصفر، ما معنى الفا تساوي الصفر؟ يعني الفا تساوي الصفر، لاحظ اف ا بي في كوسينوس الفا، هذا يعني ان كوسينوس الفا تساوي الواحد، لان كوسينوس الصفر يساوي الواحد. اذا مادام هذه تساوي الواحد، اذا تعطوني اف في ا بي في واحد، اذا نكتفي بكتابة العلاقة التالية، اي العمل يساوي اف في ا بي. اما في الحالة هذه لا، هنا يعطيك الزاوية مثلا محصورة بين 0 و 90 درجة، مثلا يقول لك الفا تساوي 60 درجة، تساوي 30 درجة، 45، تكتب اف في ا بي كوسينوس 30 كوسينوس 40 وتحسب. عندنا حالة اخرى وين يكون اف شعاع القوة اف عمودي على محور الحركة، كما تلاحظون نلاحظ جهة الحركة هو عمودي على محور الحركة. في هذه الحالة اعزائي الطلبة، هنا الفا تساوي بي على 2، يعني الفا تساوي 90 درجة، صح هنا بالراديو هنا بالدرجة، هذا يعني ان كوسينوس كوسينوس الفا كوسينوس 90 درجة يساوي الصفر. اذا لو جينا قلنا اف في ا بي في كوسينوس الفا، يعني اف في ا بي في الصفر، تعطينا اذا عمل القوة هذه واللي يساوي الصفر، إذن عمل القوة في هذه الحالة يكون معدوم. الحالة الأخيرة وهو F يكون F شعاع القوة F يكون أفقي ومعاكس لجهة الحركة. لاحظ أفقي، شوف جهة الحركة انتقال من A إلى B، شعاع يكون معاكس. لاحظ هنا أنه يرسم 180 درجة، يعني بي، يعني هنا واش عندنا؟ عندنا الفا تساوي بي، يعني الفا تساوي 180 درجة. هذا يعني ان كوسينوس 180 واش يساوي؟ كوسينوس الفا يساوي ناقص واحد. اذا كنطبقوا العلاقة اللي كتبناها في الاول، يعني اف في ا بي في ناقص واحد، تعطينا أي عمل القوة F يساوي ناقص F A B، يعني ناقص واحد هذا جا منها ناقص F A B. العمل مقدار جبري تتعلق إشارته بإشارة الزاوية ألف، كيف هذا؟ يعني يكون إما محرك أو يكون عمل منعدم أو يكون عمل مقاوم، وقتاش وكيفاش؟ عندنا الحالة الأولى وين تكون ألفا محصورة بين الصفر وبي على 2، يعني واش يقصدوا به؟ أنه ألفا هنا في هذه الحالة ألفا تكون أقل تماما من 90 درجة، يعني كنا نجيب الدائرة المثلثية ها هي هكذا، يعني الألفا هذيك تكون هنا من الصفر حتى 90، 90 لا لا 90 لا لا بصح الصفر، ايه هكا تكون محصورة في هذا السيكتور، صح تبع معايا. اذا هنا في هذه الحالة ما الكوسينوس راح يكون اكبر من الصفر، عفوا هنا كوسينوس الفا يكون قلنا اكبر من الصفر، واذا مادام الكوسينوس الفا اكبر من الصفر، اذا اف ا بي في كوسينوس الفا العمل في هذه الحاله عمل القوه اف يكون اكبر هو كذلك من الصفر، يعني الاشاره تاعو تكون موجبه. اذا في هذه الحاله نقولوا العمل محرك، العمل محرك، او نقدر نقولوا العمل موجب بالفرنسي يقولوا travail moteur، هاي صح.
عندنا حالة أخرى وين يكون كوسينوس ألفا يساوي كوسينوس ألفا يساوي بي على إثنان، يساوي بي على إثنان، يعني عفوا ألفا تساوي بي على إثنان، يعني ألفا نكتبها أنا قدامها، يعني ألفا تساوي 90 درجة صح. هذا يعني أن كوسينوس ألفا تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، تساوي الصفر. إذن مادام كوسينوس ألفا تساوي الصفر، إذن عمل القوة هنا يساوي الصفر، وقلنا باللي عمل القوة مقدار جبري تتعلق إشارته بإشارة الزاوية. إذن لاحظ أن العامل هنا معدوم، إذن واش نقولوا؟ نقولوا أن عامل معدوم هكذا، يعني تخضاي نول، نيل هكذا صح. الحالة الثالثة والأخيرة هنا هي أنه ألفا هذه تكون محصورة، ألفا تكون محصورة بين بي على إثنان، يعني ألفا تكون أكبر تماما من بي على إثنان و أقل أو تساوي بي، يعني ألفا راهي في هذا السيكتور هنا، يعني راهي منا أي هنايا هكذا، هنايا هيا بي أه، وهنا بي على إثنان ممنوعة، بي على إثنان لا لا بصح بي مقبولة، يعني أكبر تماما من بي على إثنان وأقل أو تساوي بي. واش نقصدو؟ يعني ألفا، يعني في هذه الحالة ألفا تكون أكبر تماما من 90 درجة صح، ومحصورة بين بي على إثنان صح. إذن هنا كوسينوس ألفا، كوسينوس ألفا يكون أقل من الصفر، أقل تماما من الصفر. إذن في هذه الحالة العمل أو عمل القوة هو كذلك يكون أقل تماما من صفر. إذن هنا أعزائي الطلبة نقول عمل مقاوم، عمل مقاوم أي تخضاي ريزيستان، ريزيستان ها هو. لخصت لكم كامل واش قلنا هنا في ثلاث أشكال، أرسمهم عندك، لخص اكتب عندك هذه وارسم. لاحظ عندنا هنا لهنا، لاحظ أنه ألفا راهي بين 90 درجة بين بي، إذن لاحظ هنا عندنا عامل مقاوم، هذيك لام نسيت ما كتبتهاش، كتبت لام إيه عامل مقاوم ترافاي ريزيستون. وعندنا هنا لاحظ عمودي يساوي 90 درجة، إذن هنا عندنا عامل منعدم ترافاي نول، ولا هنا لاحظ بين الصفر و 90 درجة الزاوية ألفا، إذن عامل محرك. عندنا كذلك عامل قوة ثابتة مطبقة على جسم صلب في انسحاب منحني، لاحظ الانسحاب تاع الجسم اللي راه أمامنا هنا كيف ينسحب، في انسحاب منحني يقولوا انسحاب، ويقولوا كذلك إزاحة، إزاحة منحنية. لاحظ واش ندير هنا، نقوم بتجزئة المسار كما راكم تشوفوا بالأخضر هذا إلى أجزاء متناهية الصغر، بحيث يمكن اعتبارها لهنا مستقيمات، يعني مثلا مستقيم A A1 A2 مستقيم A2 أطروة وهكذا حتى نلحق إلى المستقيم A N ناقص واحد A N، حيث ال A N لاحظ أنه مطبق على A A N منطبق، عفوا منطبق على ال A، وال A N لاحظ منطبق على البي، منطبق على
علبي صح حتى الآن المكمل. إذن هنا العمل أعزائي الطلبة العمل أ نحو ب لنقف يعني وش يساوي؟ يساوي أف في أن يعني نقدر نقول أف في أ ب أو أن لأن أن مطبقة على أ وأن مطبقة على ب. إذن ماذا نستنتج هنا أعزائي الطلبة؟ إذن نستنتج أنه سواء أكان المسار مستقيما أو منحنيا فإن عمل قوة مطبقة على قوة في حركة انسحابية يساوي ماذا؟ F AB كوسينوس ألفا يعني هو نفسه كما كتبناه في الأول. عمل الثقل لاحظ في الشكل اللي هو أمامي لاحظ انتقال هذا اللي دار النقطة السوداء هذه انتقال مركز ثقل الجسم انتقال مركز ثقل الجسم من النقطة A على ارتفاع زاد A إلى النقطة B على ارتفاع زاد B لأن زاد B كان ارتفاع HB وكان ارتفاع HA هذا اللي رمى تحت هكذا هذا المستوي المرجعي صح عليه نقول لك المستوى المرجعي لربما راك دير الدراسة تاعك فوق سطح الأرض لربما راك في الطابق الخامس في عمارة إذا طابق أرضية الطابق الخامس هذا تعتبر هي المستوى المرجعي وهكذا راك دير الطابق تاعك فوق طاولة إلى آخره. إذا لاحظوا هنا واش نقولوا أن عمل ثقل الجسم لا يتعلق بمسار مركز ثقله سواء كان شقولي أو منحني هابط أو طالع صاعد إنما يتعلق بشدة ثقل والفرق في الارتفاع زاد أ ناقص زاد ب حيث لاحظ يكون عندنا مثلا العمل من أ إلى ب الثقل أو عمل الثقل هكذا بي كنا نديره مقبل عمل القوة F عمل الثقل أي هذه البيت نديره في مكان F هذا مكان P في ماذا في الشعاع AB هذه العلاقة تكافئ العلاقة التالية وهي P في AB AB كوسينوس كوسينوس هذا المرة نديرو ثيتا معليش ألفا ولا ثيتا نفس لو جينا الآن ورسمنا مثلث قائم لاحظ انتبه هكذا منا هكذا يعني هذا هو الأش الأش هو هذا نفسه بعد منا من الأح تل البي هكذا ومن هذا مثلث رسمناه قائم صح. إذن لاحظوا أن AB هو الوتر والآش نعاود نكتبها هنا هو المقابل إذن الزاوية كوسينوس ثيتا تساوي هذه نديرها هي ثيتا مثلا واش تساوي المقابل على الوتر يعني تساوي لنا آش على AB إذن واش نكتبو كوسينوس ثيتا تساوي اش اللي هو المقابل على ا بي اللي هو الوتر إذن تساوي ماذا اش شكون هو اش هو نفسه لاحظوا مليح اش هو نفسه هذا زد ا زد بي ونفسه زد أ ناقص زد ب إذن تساوي ماذا؟ تساوي زد أ ناقص زد ب على ماذا؟ على أ ب إذن وبما أن يعني لاحظ هذه العلاقة راح نكتبها بطريقة أخرى وبما أن
كوسينوس ثيتا تساوي اش على ابي يساوي زد ا ناقص زد بي على ابي، فان عمل الثقل واش يساوي؟ يساوي ام الكتله في جي تسارع في زد ا ناقص زد بي، او هذه نقدروا نكتبوا دلتا زد، ولا تكتب دلتا زد هي نفسها زد ا ناقص زد بي. بالنسبه لعمل الثقل اعزائي الطلبه يكون اما محرك اما مقاوم، يعني يكون محرك عندما يكون الجسم نازل، وبالتالي عمل الثقل يساوي زائد ام جي اش، اش هو زد ا ناقص زد بي، ويكون مقاوم عندما يكون الجسم صاعد، اي عمل ثقل يكون ناقص ام جي اش. لاحظ مثلا اذا كان الجسم راه هنا في زد ا، حنا واش نبازيو؟ نبازيو على مركز الثقل تاعو تاع الجسم يعني عفوا هنا يكون محرك، لانه عفوا لانه الجسم يكون نازل او نازل هكا حتى يلحق هنا مركز الثقل تاعو، ويكون العامل مقاوم لاحظ عندما يكون صاعد، الجسم صاعد هكذا صح. مثلا في الحركه المنحنيه هاك انت هاو بالون ارميتو اعطيتو هنا بضربه برجلك، البالون كيفاش يروح؟ يروح هكذا يطلع حتى لهنا القذيفه ومن بعد يلحق يطيح حتى لهنا. قريناها في السنه الاولى ثانوي، ولنا لقاء معها ان شاء الله القاذفه في السنه الثالثه ثانوي، وهي مهمه جدا 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 البكالوريا. اذا هذه الملخصات كما سبق قلت لكم احتفظوا بها للسنه الثالثه ثانوي، ماشي قال فات الاختبار رقم واحد ايرمي، لا العام الجاي تعاود ترجع لهذا، وكي توجد هذا الملخصات السنه وتفكرني مليح ان شاء الله لكنا من الحيين، تشوف باللي راك قدمت لنفسك خدمه عظيمه كبيره. كي لخصت شوفوا لهنا الرسم اللي درته، هنا في حاله سقوط شاقولي في حاله سقوط شاقولي، اعتذر على الصوت اللي راهو يجي من برا، دراري راهم برا يلعبوا على بالكم يوم الجمعه يلعبوا، لازم يلعبوا راهم برا ولاد الجيران، ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم ان شاء الله. نقولوا سقوط شاقولي ولا نقولوا سقوط رأسي صح؟ هنا لاحظ مليح، هنا لاحظوا في الشكل، عمل الثقل بي او بي خلال انتقال مركز عطالة الجسم، هذه اللي درتو جي ا اسم جي ا جي بي مركز عطالة الجسم. احنا اللي همنا ماشي الكرة، سواء هاو الجسم كان داير هكا حجرة عندها مركز عطالة تحت جهنا مثلا، وجات نفس الحجرة هذه مثلا، هاي نفس الحجرة لاحظ بالديفو تاعها بكلش، ها هي وجات لهنا، يعني جي ا جي بي. احنا اللي همنا هو مركز عطالة تاعها، هذا هو اللي همنا، يعني انتقال من ا الى بي، يعني نقول هنا جي ا وهنا نقول جي بي، ولا كره كيما هذه اللي همنا هو مركز العطله تاعها. اذا لهنا اعزائي الطلبه، استنى نمحو هذه، لهنا العمل اي عمل الثقل كاين اللي يدير ا بي وكاين اللي يدير ا فليشه نحو بي، يعني انت تتبع الاستاذ تاعك تاع القسم واش يدير، يعني كل واحد كيفاش يدير، كلتا الحالتين صحيحه، لكن كاين اساتذه يكون هو يدير هكا وتروح تدلو هكذا يقول لك خطا، لا انا راك عندي مثلا كنت جيت الدرس عندي دير هذه صحيح دير هذه صحيح عادي صح. اذا عمل بي ثقل يساوي ماذا؟ يساوي بي اي ثقل في جي ا جي بي الشعاع جي ا جي بي، وهو انتقال مركز العطله من زد ا الى زد بي، يساوي اي العلاقه هذه
تكافئ أنه بيت مضروبة في جي أ جي بي في كوسينوس الصفر، في كوسينوس الصفر ومنه وكوسينوس الصفر يساوي واحد. إذن بي هذا في حالة سقوط شاقولي، بي مضروبة في جي أ جي بي. إذن واش تساوي؟ تساوي أم جي، لأن بي تساوي ماذا؟ تساوي أم جي، أم جي في زاد أ ناقص زاد بي. لاحظ من هذه خرجنا في هذه. نقوم الآن بحل هذا التطبيق معا. إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم في الفيديو، لأنه قلت لكم ملخص لازم تطبيق من ذاك شوية هكا باش تفهموا. قال لك ينزل الطفل كتلته أم تساوي 30 كيلوغرام فوق منزلق مستقيم، يعني يتزحلق هكا مستقيم منزلق جاي هكا، الطفل راكب هنا هكذا وراه ينزلق حتى يلحق هنا هكا صح. إذا مستقيم ومائل بزاوية ألفا تساوي 45 درجة بالنسبة للمستوي الأفقي، المستوي الأفقي هو مستوي المرجع هكذا، الزاوية راح تكون هنا صح. أولا مطلوب منك إنجاز رسم توضيحي، ثانيا مطلوب منك حساب العمل الذي ينجزه وزن الطفل عند قطعه للمسافة ألف تساوي 4 مترات، 4 مترات يعني من مركز الثقل تاعو هنا حتى لهنا انجز يعني هذه ال 4 مترات، وعطاو لك جي تساوي 10 نيوتن على كيلوغرام، هي مسودة انجزو الرسم ومن بعد حسبوا العمل. هاني انجزت الرسم، ان شاء الله تكونوا انجزتوه كما درت انا. لهنا هذا المحور او زد، هنا عندنا زد ان وزد دو ولا زد ا وزد بي، راه كيف كيف راك صحيح، اللي هو الارتفاع اش. هذا لهنا المنس او المنزلق اللي هو مستقيم ومائل بزاويه الفا تساوي 45 درجه، هذا هو المستوي الافقي. وهذا الطفل راه هنا لاحظ هنا بالاصفر الارتفاع جي ان اللي هو مركز العطاله تاعو، مركز العطاله الثقل، مركز العطاله الثاني الثقل ها، ولا جي ا جي بي اللي درت زاد ا زاد بي، ولا هنا كيف كيف صح. هذه ال لانه قال لك الذي ينجز وزن الطفل عند قطع المسافه ال تساوي 4 مترات صح، يعني هو الرسم واجد جاهز. اذا اولا واش قلنا؟ ايه اولا معليش، اولا اكتب اولا انجاز الرسم، انجاز الرسم صح قلنا به. ثانيا وهو صح، ثانيا العمل صح. واش عندنا؟ اي لدينا نكتب العلاقه تاعنا اللي هي العمل، هنا عندنا جي ان جي دو، اي جي ان جي دو ولا دير سهم هكا جي دو كيف كيف نفس الشيء، ولا لصقهم ببعضهم بعض هاك بي تاع الثقل يساوي ماذا قلنا؟ يساوي ام جي في زاد ا ناقص زاد بي، يعني يساوي ام جي اش، مكاش الناقص لانه راهو نازل الطفل راهو يزحلق. جامي رحت للبارك وشت الطفل يتزحلق طالع من تحت للفوق، عندنا تصيبها منين ذاك تصيبها في بعض الاحيان تشوف بعض الصوالح اللي عقلك يحبس، عندنا نورمال غير ما تحيرش. شت دراري طالعين في المتزحلق بالمقلوب طالعين صح، معليش رانا نمسحو شويه معليش. اذا ام جي اش، اذا هنا العمل عمل ثقل محرك لان الطفل راهو نازل صح. هذه الاولى درك نتا هذا الاش نجبدو الاش، ولدينا ماذا صح؟ عندنا نعرفو باللي سينوس الفا واش يساوي؟ يساوي الاش سينوس الفا يساوي الاش على ال صح، انتبه مليح، يساوي الاش اي المقابل على ماذا؟ على الوتر.
وراه المقابل لهنا وراه الوتر لهنا، ما خسرنا والو احنا. صح يا اخي، هذا هو الاش، هذا هو المثلث تاعي هكذا هكذا. صح، اذا الفا هي نفسها هذه الفا، هذا ال، هذا هنا الاش المقابل. اذا السينوس تاع الفا يساوي المقابل على ماذا؟ على الوتر. قبيله في العلاقه كما قلت لكم كوسينوس، عفوا قلت لكم يساوي المقابل لا على الوتر، لا يساوي المجاور على الوتر. لماذا؟ لان قبيله درنا الفا كانت هنا في الام، كانت في هذا السيكتور هنايا، والاش كان منا على ذيك الشتوانه مجاور مقابل على يعني الله غالب، وكان منه والاش يجي هنا هو الاش، اذا كان مجاور. لكن انا في الحاله هذه لا الزاويه، لاحظ وين راهي الزاويه تاعنا، وين راهي الفا، اذا الاش راه مقابل. نعاود كي هضرت على عمل قوه ثابته، عفوا كي تكلمت على عامل الثقل ودرنا المسار هذاك المنعرج منحني، وقلنا عامل الثقل الجسم لا يتعلق بمسار مركزي مركز ثقلي، هي انما يتعلق بشدة الثقل والفرق في الارتفاع فقط، يعني زاد ا ناقص زاد بي. وعطيت لكم توضيح، قلت لكم كوسينوس، كتبت لكم هكا كوسينوس ثيتا تساوي اش على ا بي. فعاود نقول المجاور على الوتر، قلت المقابل على الوتر، هذا هو الخطأ اللي صار سهوا، لكن الكتابة صحيحة، يعني تساوي زاد أ ناقص زاد بي على أ بي، حتى العلاقة صحيحة. برك في الكلام برك تفكرت باللي درت خطأ، الحمد لله اللي تفكرت. هاي نواصل هنا بالعكس، هنا الألفا لاحظ وين جاي، إذن الأش يولي مقابل والآل هو الوتر، إذن لهنا سينوس الفا يساوي ماذا؟ يساوي الاش على الان، وحنا نحتاجو الاش، هنا نحتاجو ماذا؟ الاش، الاش واش يساوي؟ يساوي ال سينوس الفا، هذا واش نحتاج. وبالتالي واش تصبح عندنا العلاقة؟ وبالتالي يعني انا ندير سينوس ولا كوسينوس على حسب الحالة اللي نكون فيها، وبالتالي تصبح لدي أي العلاقة تاع العمل، عمل من جي أن حتى جي دو للثقل تساوي ماذا؟ تساوي أم جي أل سينوس ألفا، يعني فيما كان الأش درنا أل سينوس ألفا، عوضناها فقط. إذن واش تساوي؟ تساوي الكتلة، شعلها طوالنا الكتلة، عطوها لنا 30 كيلوغرام، عطوها لنا 30، ما كان نحاولوا لأن بالكيلوغرام، جي عطوها لنا 10، الآن عطوها لنا 4، والزاوية 45 درجة في سينوس 5 و4. إذن أنا درت بوز وحسبتها بالحاسبة، كتب مباشرة في الحاسبة 30 في 10 في 4 في سينوس 45 تعطيك 848.528، دور العدد إلى 10 قوى ناقص 2 هكذا جول. ونختم الفيديو بالطاقة الحركية الانسحابية EC، يرمزوا لـ EC لأنها بالفرنسي يسموها إنرجي سينيتيك، يساوي نصف ام في في مربع. لاحظوا بالنسبه للفي، كاين الفي اللي هو عفوا الفي اللي هو الحجم هكذا، وكي نكتبوا السرعه هكذا تبدا ما تفرقش بيناتهم، كون ما درتهاش انا هكذا تقراها انت ام في في تحسبوا الحجم، لا، اذا دائما في نديروا لها هكذا، نكسروها شويه هكذا باش نفرقوا بينها وبين الحجم. كيما مثلا في الناقلية سيمنس هكذا، والثانية صغيرة ماجيسكول ومينيسكول باش نفرقوا بيناتهم. صح، إذا هذه تكون بالطاقة دائما بالجول،
الكتلة تكون ب عفوا يعني هنا واش نقصد به عندما ينسحب جسم ذو كتلة آم بسرعة V. الكتلة دائما تكون بالكيلوغرام والسرعة تكون بالمتر على الثانية، متر على الثانية هكذا صح. إذا كانت أعزائي الطلبة طاقة الجملة الابتدائية EC1 وحدث تغير في الطاقة مثلا بسبيل ميكانيكي لتصبح طاقة الجملة EC2، لاحظ هنا الحصيلة الطاقوية العمل الميكانيكي القوة الخارجية، هنا من EC1 كاين تغيير إلى EC2، يعني هنا كاين تحويل طاقوي لجملة عن طريق العمل. إذن هنا واش نكتب، أي أو نكتب معادلة الطاقة، نكتب معادلة الطاقة والتي هي أي EC1 زائد العمل الميكانيكي تساوي ماذا؟ تساوي EC2. إذن العمل الميكانيكي يساوي ماذا؟ يساوي أو عفوا استنى نكتب لكم دلتا، الفرق في دلتا EC تساوي ماذا؟ تساوي EC2 ناقص EC1 تساوي مجموع ماذا؟ القوى أو عمل القوى الخارجية exterior force exterior. لذا العمل الميكانيكي يساوي مجموع القوى، هذه سيجما ماجيسكول، يعني هكا سيجما ماجيسكول نقصد بها في الرياضيات المجموع، وكاين سيجما مينيسكول هكا اللي هي الناقلية النوعية في الكيمياء صح. إذن القوى مجموع عمل القوى الخارجية، هذا يسموه مجموع عمل القوى الخارجية. إذن هنا دلتا EC واش تساوي؟ تساوي نصف ام V2 مربع ناقص لماذا؟ EC2 ناقص EC1، وهنا عندنا العلاقة هاي، إذن ناقص نصف ام V1 مربع، إذن واش تساوي؟ تساوي مجموع هذين نقصد بها مجموع عمل القوى الخارجية، هذا هو مقصودنا من هذه العبارة. إذن نكتب الآن من خلال هذا نكتب معادلة انحفاظ الطاقة في الجملة، معادلة انحفاظ الطاقة في الجملة وهي EC1 زائد مجموع عمل القوى الخارجية يساوي EC2. كذلك عندي نتيجة أو ملاحظة بالنسبة عندما تحلوا التمارين، أن هذا الملخص خاص بحل التمارين. عندما مثلا عندما تؤثر قوة خارجية على جسم صلب، واش تدير له هذه القوة الخارجية؟ هذه القوة الخارجية تؤدي إلى تغير طاقته الحركية، وهذا وقتاش؟ أثناء انتقاله على مسار معين صح. هذا التغير أعزائي الطلبة يكون مساويا تماما لعمل القوة الخارجية كما ذكر. عندما يخضع الجسم الصلب لتأثير قوة خارجية كما رانا نشوفون هنا، جسم الصلب الحصيلة
خضع لتأثير قوة خارجية، فإنه يتبادل طاقته الحركية مع الوسط الخارجي. عندما يتبادل طاقته الحركية مع الوسط الخارجي، واش يصرالو؟ يصرالو زوج حوايج كتحلو التمارين عشر واحكم منها. يكتسب الحالة الأولى، يكتسب طاقة إذا كان عمل هذه القوة محركا، يكتسب طاقة إذا كان عمل هذه القوة محركا. حالة الثانية، يفقد طاقة إذا كان عمل هذه القوة مقاوما. مثلا طنوبيل وراهي على مسار أي تمشي، هاي السيارة راهي تمشي صح، راهي في اتجاه الحركة، هنا تكسب طاقة لأن العامل محرك. إذا كان هذا السيارة بدأت تفريني، بدأت في المكابح فريناج صح، بدأ يصرى فيها فريناج، إذن واش يصرى؟ هنا كاين قوة عامل قوة مقاوم. إذن واش تدير هذه السيارة؟ تبدأ تفقد في ماذا؟ في طاقتها. إذن عشر واحكم من الحالتين هذو أثناء حل التمارين، يا إما توجد نفسك أمام قوة محركة أو أمام قوة مقاومة، احذر. تعالوا نحلوا مع بعض هذا التطبيق الخفيف مادام رانا نرجعوا للاختبارات. صح، احسب الطاقة الحركية لعربتين كتلتاهما على الترتيب أم واحد تساوي 2 طن، أم 2 يساوي 4 طن، تسيران بنفس السرعة 72 كيلومتر على الساعة على طريق مستقيم. نص التمرين، بعض نصوص التمارين اللي نجيبها، كاين اللي أنا نبدلها، كاين اللي هي منقولة عن أساتذة حاطينها ونحلها بطريقتي الخاصة. يعني أستاذ اللي حط نص التمرين، الفكرة أنا ننقل الفكرة، الفائدة اللي حطها الأستاذ ولا أنا ولا المهم أنتم، الفائدة تاع أنكم أنتم تتعلموا، هذا هو، أنتم تتمكنوا أبنائنا بناتنا من العلوم الفيزيائية أو من الرياضيات. صح، إذن الحل هنا عندنا الكتلة بالطن، هذه أول حاجة يلزم نحولها، يعني أول حاجة هو تحويل الكتلة. عندي عندنا أم واحد، عفوا دائما ننسى المسطرة، عندنا أم واحد تساوي شحال؟ تساوي 2 طن، أي تساوي 2 في 10 قوة 3 كيلوغرام، حولناها للكيلوغرام. أم 2 تساوي ماذا؟ تساوي 4 طن، أي تساوي 4 في 10 قوة 10 قوة، لأن 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، 10 قوة 3 كيلوغرام. صح، عندنا السرعة، عطوها لنا السرعة 72 كيلومتر على الساعة، وهي في الحقيقة المتر على الثانية، السرعة تساوي المتر على الثانية، لأن واش قلنا؟ قلنا باللي أو سي الطاقة الحركية تساوي نصف أم في مربع، قلنا باللي هذه بالجول، هذه بالكيلوغرام، وهذه السرعة بالمتر على الثانية، لازم هذو تحولهم كيما هاك. إذن السرعة عطوها لنا في تساوي 72، ديرها كيما كيلو متر على الساعة، نكتبها هكا إكسبري علاه، لاحظ لأني نحولها المتر على الثانية، يعني تولي لنا 72 من كيلومتر حول إلى المتر، نضربها في 10 قوة 3، ومن بعد الساعة أي 1 في 3600، إذن تساوي ماذا؟ تساوي ندير بوز نحسب ومن بعد، إذن صدتها هذه تقدر تديرها على الشكل هذا، ديرها 72 في 10 قوة 3 على 3.6 في 10 قوة 3، نحي هذه بهذه وقسم 72 على 3.6، إذن شحال عطاتني؟ عطاتني 20 متر
على الثانية. صح، أنا رجلت أموري، حولت الكتل إلى الكيلوغرام وحولت السرعة إلى المتر على الثانية. كي حولتهم الآن ننجم نخدم خدمتي. إذن العربة الأولى، الطاقة الحركية العربة الأولى ECA إذن تساوي ماذا؟ تساوي نصف أم واحد الكتلة العربة الأولى في في مربع، أي تساوي نصف في الاثنان في العشرة قوة ثلاثة في العشرين مربع. شعلة أعطتنا، أي تساوي مربع أعطتني أنا، أعطتني شعري في الحسيبة أربعة في عشرة قوة خمسة جول. هذا إن شاء الله ما كونش، إذا أخطأت في النتيجة هنا عاودوا أنتم، أني راني ندير بسرعة كبيرة باش ما الوقت ما يعني ندير بوز ونسرع. سي دو تساوي نصف أم اثنان في مربع تساوي نصف في أربعة في عشرة قوة ثلاثة في عشرين مربع. شحال عطاتني يعني هنا؟ شوف أنا لاحظ في اثنان في أربعة، اثنان أربعة يعني هذه الدوبل تاع هذه، إذا هنا تعطينا ثمانية بلا ما نحسب، ثمانية في عشرة قوة خمسة جول. أحسب لما سطحش كيف كيف ما ندير والو، نظن أنك نكتفي هنا لأني يراني داير فيديوهات السنة الماضية يعني تصيبوا من دخلوا المدونة، راني في آخر الفيديو درك ندير لكم الصبر ونديروا آخر الفيديو. هنا دخلوا لهذا المدونة هذه سكول ألجيريا بلوك سبوت بوان كوم، تصيبوا كامل منشورات الفيديوهات مستفة مرتبة. ما عاد جديدة لا ربما تصيبي مازال ما أضفتهاش، راهي أمامك. تصيبني داير مثلا دراسة بعض الأمثلة عن تغير الطاقة الحركية، السقوط الحر للأجسام مثلا بالنسبة للحركة الدورانية للشعبة الرياضية التقنية الرياضية، تصيبوني داير حركة القمر الاصطناعي ولا حركة قاذفة إلى آخره، يعني داير السنة الماضية باش تراجعوا يعني باش ما يكونش الفيديو طويل. إذن أعزائي الطلبة تاع الشعب العلمية، بالنسبة لكم انتهى الملخص عن يعني الطاقة الحركية الانسحابية. بالنسبة للشعب شعبة رياضيات وتقني رياضي، نلتقي بإذن الله في الفيديو المقبل، راه نديرو ملخص حول الطاقة أو العمل والطاقة الحركية الدورانية. إذن أعزائي وانتم العلميين وكامل يعني مور هذا، لربما نزيد ندير لكم بعض التمارين هكا كمراجعة، رغم أنهم كاين تمارين في المدونة نزيد لكم معليش بضمان الحق الوقت. ماذا بكم تعلموني وقتاش عندكم الفيزيائي يعني وقتاش راهي على بالي الاختبارات تبدا يوم الأحد؟ علموني في لي كومونتير يعني في التحت، علموني وقتاش عندكم الفيزياء، قال عندنا نهار ثلاثة ولا لا ربعة ولا هكا، يكون عندي الوقت نعرف، لأني مانيش حاليا مانيش أستاذ في الثانوية، يعني ما نبليش كيفاش، وثاني حتى الثانوية ترى تختلف من الشرق للغرب من الجنوب للشمال. إذا علموني إن شاء الله هكا، إذا كان مازلنا الوقت مثلا حتى الأربعة نزيدوا نديروا تمارين، خلاص الوقت خلاص نحبسه. إذا أعزائي إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.